اليوم وضعنا حيز الخدمة الخط ما بين تيسي مشيلة أو مشيلة 290 كيلومتر، ومجال إن شاء الله. بوكزيول هو محور التقاطر ما بين خط الإضافة العليا وخط شمال جنوب. بوكزيول الجلفة الأغواط إن شاء الله سوف يكون ربما التدشين تاعو في بداية الثلاثي الأول من السنة الجاية إن شاء الله.